أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، أقيم حفل افتتاح حاضنة ومسرعة الأعمال The Collective Hub الذي نظمته شركة تنمو وبشراكة مع Startups 500 بحضور سعادة وزير التجارة والصناعة بجمهورية الصومال الفيدرالية المهندس عبد الله علي حسن والوفد المرافق له. وخلال حفل الافتتاح أشار سعادة الوزير الزياني إلى أن حكومة مملكة البحرين تسعى دائما إلى تطوير قطاع ريادة الأعمال ونموه، حيث أصبح اليوم وبفضل المبادرات الحكومية عنصرا مهما للعملية التنموية الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1796 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التقرير التالي يستعرض المزيد من التفاصيل. استحوذت انفست كورب المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة والتي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها على عقارات سكنية في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية بقيمة تقدر بنحو 164 مليون دولار. ووفقا لبيان صحفي للشركة على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، من المنتظر أن تعزز هذه الصفقة تواجد انفست كورب واستثماراتها في العقارات متعددة المساكن، كما ويضم هذا الاستحواذ الأخير 836 وحدة سكنية وهي من العقارات السكنية من الفئة باء المخصصة للإيجار. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته نصف نقطة مئوية، مغلقا التداولات عن مستوى 1660 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3,611,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 748 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 91 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، وكما نلاحظ على الشاشة ساد اللون الأحمر على إغلاقات البورصات جراء المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكانت أبرز الخاسرين في نهاية تداولات هذا اليوم السوق المالية السعودية التي أغلقت على تراجع نسبته 30 نقاط مئوية تقريباً. كشف أحدث التقارير الصادرة عن شركة الاستشارات العقارية CBRI عن توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفق معدل سنوي مركب يبلغ 6.15% بين عامي 2019 و2024، ليقترب من قيمة 4 تريليونات ريال بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتوقعات، وتزامنا مع جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها المملكة. من المتوقع أن يبرز قطاع الترفيه كأحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ليواصل تقديم إسهامات واسعة النطاق في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفقا للتقرير.
أعلن صندوق النقد العربي عن إطلاق منصة بنا للمدفوعات تتويجا للجهود المبذولة في الفترة الماضية بالتعاون مع المصارف المركزية والتجارية والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية إن بنا تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسيين للدول. حث الرئيس الجزائري عبد المجيد تيبون حكومته على ترشيد الإنفاق مع محاولة عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول التكيف مع تراجع في إيرادات الطاقة. وصدقت حكومة الجزائر بالفعل على خفض الإنفاق العام 29% هذا العام، بينما تسعى لتفادي القلق الاجتماعية بعد احتجاجات مطالبة بالإصلاح على مدار العام. وتشكل إيرادات النفط والغاز 94% من إجمالي دخل صادرات الجزائر و60% من ميزانية الدولة، إذ يظل إنتاج قطاعها غير النفطي ضعيفا بسبب نقص الاستثمار. النشرة الاقتصادية مشاهدينا مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: الهند تبرز كخامس أقوى اقتصاد في العالم متجاوزة بريطانيا وفرنسا في عام 2019. قالت كريستينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي إن حالة عدم اليقين بشأن السيطرة على فيروس كورونا الجديد تتطلب الاستعداد لمزيد من السيناريوهات السلبية خلال عام 2020، متوقعة آثارا سلبية على النمو الاقتصادي للصين وجميع دول العالم بسبب الوباء. وأضافت جورجيفا خلال كلمة في ختام اجتماع مجموعة 20 لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المنعقد في المملكة العربية السعودية إنه سيكون من الحكمة استعداد لمزيد من السيناريوهات السلبية. وتوقعت جورجيفا حدوث انتعاش متواضع في نمو الاقتصاد العالمي حيث سينمو بنسبة 3.3% خلال عام 2020. تراجعت عملات آسيوية في الوقت الذي قاد فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين المخاوف من الوباء، ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن في الذهب والدولار والفرنك السويسري. وتراجعت عملات الصين وأستراليا ونيوزيلندا، كما هوت عملات الأسواق الناشئة. وسجل الدولار الأسترالي أدنى مستوى في 11 عاما في التعاملات المبكرة، ونزل الدولار النيوزيلندي نصفا بالمئة قبل أن يتعافى قليلا بجانب اليوان مع أنباء عن تقليص أقاليم صينية لقيود الطوارئ. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. برزت الهند كخامس أقوى اقتصاد في العالم متجاوزة بريطانيا وفرنسا في عام 2019، وذلك بحسب تقرير لمركز World Population Review البحثي الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مركزا له. وقال التقرير إن الهند تحولت إلى اقتصاديات السوق نائية بنفسها عن السياسات الأوتقراطية التي كانت تنتهجها سابقا في الاقتصاد. وأشار التقرير الذي نشره موقع Financial Express إلى أن حجم الاقتصاد الهندي بلغ تريليوني و940 مليون دولار، مما يضعها في المركز الخامس على مستوى العالم من حيث قوة الاقتصاد.